السلام عليكم لافامي، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بالف خير. المهم الناس، شكرا للناس اللي بقات كدعي مع ماما وبقاو بقات يعني كتقول لها الله يشافيك، الله يقعد ويساعدك، الله يرجعك لوليداتك بخير سالمة غانمة. فالحمد لله ماما هي اليوم حلت عينيها وعقل علينا، يا كماما عقل علينا ودارت العملية ودازت لها بخير. وماما سلمي على المتابعين، صحابك وصحاباتك. شكرا وليداتي وليداتي، يلا ما نديرش اي فوق. صحاباتي حباتي وصحابي، صافي بارك عليك بارك عليك. المهم الحالة ديال ماما الحمد لله لحد الساعة راها مستقرة و بخير وعلى خير. فشكرا لأي واحد سول في ماما، شكرا للناس اللي كانت باغا ماما تصح، شكرا للناس اللي بكات معانا، اللي ضحكات معانا، اللي كنشوفوها في القرح قبل من الفرح. فشكرا لهم بزاف بزاف بزاف. عاد ماما هي كانت بصحه جيده الحمد لله، وربي قاعد وسادها وخرجت سالمه غانمه، حيت هي ماشي مسخوطه، مرضيت والديها كدير الخير. فالحمد لله ربي ما خيبهاش وما خيبناش معاها. وهاي ميمتي بخير الحمد لله، احسن من اللي فات، وفرحانين بزاف لا انا لا اختي. ودابا نعم اختي يلاه كانت كدير لها الترويض، صورت لها واحد الفيديو كدير لها نعم اختي الترويض، حيت نعمه جايه فرمليه. سلمي ويا مسلم الله عليكم. وصافي هادشي اللي كاين، ونخرج برا من عند ماما حيت ما خاصها الصداع، وندوي معاكم. دابا راه كندخل عندها انا يا نعمه، غدا بسلتنا اليوم حيت خاصها يبقى معها غير واحد في لا شومبر على قبل الكوفيد وعلى قبل التنفس، خصوصا هي على قبل الاكسجين، حيت خاصو كتسبيري غير بشويه لحقاش خاصو يدخل لها الراس. ولا عرفت ولا كان لا شومبر فيها بزاف الناس كيكون الاكسجين ما كاينش وهي مريضه يعني ما كتشمش، وبنادم اللي صحيح كيسبيري كثر منها. فقلنا من الاحسن يبقى، فقلنا الطبيب من الاحسن يبقى واحد معها في لا شامبر، حيت هي اونديكاب يكون يعني كانت كتشوف، وهذا يعني ما غاديش يبقى مع شي واحد. فتبارك الله على الفرمليه ديالنا، كتحشم نعمه تدوي مع الناس، كتحشم. وهنايا كيف ما شفتوا راه ملبسين هاد اللايبه ديال الترويض. علاش؟ حيتاش ماما كدورش وهذه كتساعدها على قبل الدوره الدمويه كيف ما شفتوا، كدير لها نعمه مع الترويض. فدعواتكم. حاولي تخليها ديرها راسها، هي اللي كتدفع فيا. لا حيد يدك، كتدفع فيا الجهد ديالك. لا في الروتون، حيد يدك نشوفها واش تقدر. سيري ماما، كلمعها هادي نعم يدك. يلا دفعي، يلا عاودي هبطيها. شتي اللي كدفعها؟ ماشي انا كندفع. داكشي علاش قلت لك حيد يدك باش نشوفها واش ما زيدت لوعي، حيت مشديش فيا. زيدي 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 براك، يلا طيب شوي ترتاحي.
كوكو مي زامور. مهم هذا نهار تاني الماما في العناية المركزة، الحمد لله راه ولات بخير. ياك ماما وليتي بخير صافا الحمد لله على كل حال، وراه كلشي كيداعى معاك في لي كومونتير. الله يشربي في الجهوي وكي دازت لك العملية بخير الحمد لله. ما كتحسي بشوية الحمد لله، مابقاش راسك كي دراك كيما كان. المهم مابقاتش كيعك الحمد لله. الحمد لله. المهم اللي غادي تلاحظوا باللي راه حتى فمها رجع لبلاصتو. دويا ماما الحمد لله، وعينيها حتى ماما مابقاوش حمرين كيف ما شتو. شزي عينيك شوفي الفوق، مابقاوش حمرين كيف ما كانوا، فالحمد لله على كل حال. المهم انا نقلب لكم الكاميرا ونكمل معكم الحديث. المهم كيف ما قلت لكم لا فامي تقول لي امي ما بافك الدوره تتنفسات لي اميمتي، والحمد لله على كل حال. المهم كيف ما قلت لكم ماما ولات في احسن حال، عجبني الحال بزاف ملي ولات كتهضر معايا ماما اباغ هادشي كتحرك يديها ورجليها. البارح بقات معها السيده اللي كدير الترويض، وكذلك ملي جات اختي بقات كتعاونها باش تحرك يديها ورجليها، وحتى اليوم جات عندها السيده اللي كدير الترويض. فالحمد لله من مورا ما دير ان شاء الله تخرج من هنايا، غادي تبقى ضروري تمشي عند الكونترول عند الطبيب باش يشوف الحاله ديال فين غاده، وكذلك تبقى دير الترويض على قبل يديها ورجليها باش تولي تمشى عادي كانسان عادي، ما يبقاش تقالين عليها ما تقدرش تحركهم. فماما بخير وعلى خير، وهذه هي اهم حاجه من الحياه. الا كان كنتي مرضيه مع الله ومع والديك ومع الناس، اكيد ربي غادي يدير لك مفتاح الفرج. وهذا الشيء اللي كان فيا هاد الايامات كامله، كنت مخلوعه وخايفه على نفقد ماما. الحمد لله طولت عمرها، ربي رجعها ليا من جديد، وها هي باركه حدايا وانا باركه حداها وكتدوي معايا. الوالدين راه واخا يكونوا يعني غير معاك في بلاصه وحده وتسمع غير ديك اجي حركني من هنا، واخا ما يكونوش كتحركوا لكن كتقول معايا، يعني غدق بيا تصدق بيا. انا حاليا اقسم بالله كنسجل لكم هاد لا فيديو وانا مضيومه وربي اللي عالم بيا، وكنت مولفه غير كيكون طالع لي الدم كنمشي كنعنق ماما وكنبقى نبكي، ويعني كنت بحال قلتي كنت انسبيرا من ماما وكتعطيني الطاقه الايجابيه. فهاد الايامات ما لقيت لمن نعنق، قلت رايد اخويا قبيله خرج من عند ماما. ماما شي باقي ما كملناش لا فيديو، باقي كنهضروا. اش قال شنو طرا؟ جاو عندك البنات قالوا لك راه غادي تهودي تهودي الشومب عادي. الحمد لله دابا مهودين ماما الشومب عادي كبيده ديالي. ولا فامي المهم بغيت نقول لكم بلي يلاه رجعت للدار دابا شي 12 لارو بحال هكاك. يلا كي دخلت للدار كنبقى مع ماما في لاكلينيك حيت انا هي الكومباني ديالها، غير ما نقدرش نبات. فيلا كدخلت للدار لقيت اختي. مهم قبيله كنت كنصور لكم فلوق وانا في لاكلينيك ياكو، سمعت الباب تحل وانا نقطع لا فيديو حيت احترام الناس اللي داخلين باش ما يبانش وجههم، وهذا ما بغيتش نصور شي واحد بدون الاذن ديالو. قطعت الفلوق دخلت لانفيرميير قالت لها لالا غنبدلوك من لا شومبر غنزلوك للشومبر عاديه، حيت كانت ماما في العنايه المركزه وكان عندها حق يشوفها غير واحد، يعني يبقى معها غير واحد، يعني واحد في ولادها، وكانوا دايرين لها الزياره باللي راه ممنوعه. هودات للتخوازيام ايطاج، يعني مخففه، حيدوا لها لي زاباغا حيدوا لها كلشي. غادي تشوفوا لا فيديو ديجا خليته لكم قبل. الحمد لله الحاله ديال ماما غدا كتحسن، وهادشي كيفرحني بزاف بزاف بزاف. صراحه غنحاول نيفيتي اي حاجه غدير المشاكل ماما، واي حاجه غادي تعرق الحاله الصحيه ديالها، يعني التليفون، المشاكل، الخبارات الخايبه، يعني مناقشات اللي كتكون غامين وبين اختي في الدار. الا ما حطيت شي حاجه في الدار، يعني حطيت هذه الريحه في بلاصتها خاصها تبقى في بلاصتها حيت ماما هكا كتبغي. فان شاء الله هادشي كامل غادي نحاول نحافظ عليه باش ماما ما تبقاش تعصب لا معايا لا مع واحد في خوتي لا مع بابا لا مع كلشي، حيت ماما كانت كتعصب على اقل حاجه. وزياده على هادشي غادي نشوف اندام اللي تبقى تعاونها في الشغالات ديال الدار، بحكم ان اختي غتخدم وغادي انا كنكون مشغوله مع لي تورناج لي فلوغ وهذا واشهارات وداكشي، فكنكون مشغوله. السيده اللي تعاونها تكون في شهر شهر تجي، يعني نخلصها من شهر شهر، وهي يوميا
تبقى تجي تنيتواي ودير داكشي اللي ماما نورمالمون خاصها ديرها. ماما تبقى عاطيه غير الراحه والدوره مع بنياتها، الله يخليهم ليها يا ربي ويطول في عمرهم ويخليها ليهم ويطول في عمرها يا ربي، حيت حنا بلا ماما ما كنسوا والو، وهي بلا بينا حنا هما كلشي بالنسبه لها. حنا كتقولنا فيكم ما فيكم خواتاتي، فيكم مي الله يرحمها، فيكم با، فيكم خوتي، يعني كتقولي فيكم بناتي، فيكم صحاباتي، فيكم كلشي، فالله يطولنا في عمرها يا ربي. وكذلك بغيت نشكركم كاملين حيت كتسولوا على ماما، وانا اليوم باينه فيا فرحانه ياك، وباينه ليا فرحه في وجهي. علاش فرحانه؟ حيت ماما خطوات يعني دارت واحد الخطوه ايجابيه، وزعما كاين مفولات واحد الحاله اللي زوينه زوينه بزاف، وهادشي فرحني بزاف بزاف بزاف، ومخليني اليوم ناشطه لدرجه اللي شافيه اليوم كنقولي سير الله يسهل عليك، واخا يعيرني نقولي سير الله يسهل عليك، حيت الموغال طالع طالع مزيان، وديوش على بيتي راه خملوا ليا خملات ليا. خالتي فتيحه بغيت نشكر نسيبتنا خالتي فتيحه اللي معانا ومسكينه، معودانا ب يعني بالعمارة ديال الدار، كتجي كتصاوب الماكلة يوميا، كتجمع الدار واقفة في غيبتنا، كتسقب الناس، كدير الصواني، يعني هذه مامات مرت خويا نسيبتنا، ولكن بحال خت ماما كتعرف علينا الكبيرة والصغيرة، الله يطولنا في عمرها والله يكبر بك خالتي فتيحة، الله يجعلها محبة مداومة يا ربي. وكذلك كوثر موت لوجين، موت بنتي يا اختي، الكويده الكويده موت الكويده، حتى هي شكرا لك حبيبه، حيت وقفتوا معنا في هذه الوقيته، درتوا وقفه ديال بحال واقفين مع اختكم، حيت ماما مسكينه ما عندهاش الخواتات، بحال واقفين مع اختكم، فشكرا شكرا شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، والهلا يخطيكم علينا يا احلى فاميلي، احلى عائله داخيس. مهم شكرا لكم بزاف بزاف، وقفتوا معنا وكبرتوا بينا، الله يكبر بكم. وصحابات ماما كذلك بغيت نشكرهم، وجيراننا بغيت نشكرهم، وعائلتنا اللي جاو شافوا ماما في الكلينيك حتى ما كنشكرهم بزاف 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 واحد بواحد. الله يعشر خطواتكم، الله يجعلها في ميزان الحسنات ان شاء الله يا ربي، راه غير خطوه، كل خطوه غادا وانت غادا تزوري مريض ففيها اجر، فشكرا لكم بزاف بزاف، والهلا يخطيكم علينا يا احلى فاميلي. بيزوات كنبغيكم بزاف يا عمري. ماما كي حسيتي براسك اليوم؟ الحمد لله احسن من البارح ياك؟ الحمد لله. عملي هذوك السيرفيس نورمال راك بخير الحمد لله. قالت لي قبيله بغيت ديري لي فيديو. علاش بغيتي ديري فيديو؟ انت يا قبيله فاش قلت لي ديري لي فيديو؟ نقول باش ندير مع ماما شي صدر بي وكلشي الله هو كلشي. الحمد لله على سلامتك يد الله مع الجماعة، والحمد لله على سلامتك حبيب، ربي اللي كيشافي ويعافي. يطعن قلب زوين ما نخافش عليك راك إخلاص محبة. والحمد لله داكشي ليك الحمد لله حبيب، خاص الواحد ملي مرض ما يقطعش الياس. الحمد لله الله. ماما في الليله لا ديري فيها لوبيراسيون، شنو كنتي كتسمعي في ودنك؟ شنو كنتي كتسمعي في ودنك؟ أدعية. أدعية كانت كتسمع الأدعية، سولت لي زانفيرميير قالت لهم واش مخدمين التلفازه، قالوا لها لا، فسولت واحد البنت قالت لها ديك راه الملائكه كتكون كدعي معاك وانت كتسمعي. حيت كانت السيده اللي معاك في لاشامبر مديرين لها حتى هي القران. الله يشافيها حتى هي. الله يقعد ويسلم المداسه. يلا ديري لهم باي باي. صاحبتكم. امين امين. راه هي اللي قالت لي دير ليهم ديري لي فيديو، راه هي اللي قالتها لي. امين يا رب. امين. كلشي كيدير معاك كلشي. الحمد لله الحمد لله. يلا بسلامة عليكم، هذه هي نهاية ديال الفيديو. شكرا الناس كاملين اللي كيسولوا على ماما، الله يسهل عليكم يا ربي. بيزوات.